فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم البيع عند المسجد؟ خارج المسجد ما في بأس، خارج المسجد أسوار المسجد ما في بأس. نعم. ويقول: ما حكم البيع بعد دخول الخطيب في الخطبة، في خطبة الجمعة؟ لا، ما يجوز. نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله الخطبة المراد بها، لا يباع وقت الخطبة عند المسجد. نعم.